تعليم ضعت حوالو يا هايا ما بغيت بال غير ما بعرف بتلفت الورايا الماضي راني غلقت باب وقضيت عليه امضت حواله كلها حتى للنهاية ما بقي في البال غير راحة بعد الوالد كل شي ما صار بقات قصات وغير حكاية طفت شموعه وطاح ليل ونسيان عليه الماضي راني غلقت بابه وقضيت عليه.